لان هو لو قوي مش هيلجأ للتزوير. وعايز اقول لكم مثلا الاخوان على سبيل المثال عملوا حاله او وقعوا في واقعه فيها تزوير فج وفاضح. يعني انتوا فاكرين هم عملوا الاخ هيثم ابو خليل على صفحته نشر ايه؟ نشر صوره هوريها لحضراتكم لشاب يعني الكفين مقطوعين، يعني كفين ايده مقطوعين اهي، وكتب عليها ايه؟ قال لك صوره جديده قد تكون ايقونه جديده للشعب المصري. الصوره من محيط ميدان التحرير مساء الجمعه 20 سبتمبر 2019 اليوم الجمعه اللي فات. العالم يراقب تحركات المصريين يا ساده يا كرام. انت لما تشوف الصوره دي تقول الله، ده هو شاب مصري ايديه الاثنين الكفين مقطوعين، وقالوا لك دي ايقونه الشباب، ايقونه الثوره. تمام اهو دي الصوره اهي، دي الصوره اللي صورتها الوكاله الالمانيه الدي بي اي، الوكاله الالمانيه، وخدوا الصوره. يبقى ده هيثم ابو خليل اللي هو الاخواني قلبا وقالبا ووجها وملامح وكل حاجه. قال لك ايقونه جديده للشعب المصري. وقاموا واخدين صوره محمد علي، بقى خد على صفحته اللي هي اسرار محمد علي، خد الصوره دي وحطها وعمل هاشتاج ثوره شعب. ورونا كده يا جماعه نفس الصوره اللي هي بتاعه الشاب اللي ايديه مقطوعين. ورونا كده الصور اللي هو ايه، هم كذبوا الكذبه الاول، قال لك ايقون، رغم انه الواد ده هنقول لكم ده مين، كان في محيط ميدان التحرير فعلا وتصور الصوره دي فعلا. فهم خدوها الاول قال لك ايقونه، وبعدين عملوا الصوره قال لك ايه، ثوره شعب. ماشي طيب، مين ده بقى؟ مين ده بقى؟ ده شاب اسمه علي عفيفي. شاب اسمه علي عفيفي. احنا مش هنقول لحضراتكم معلومات عنه ولا هو مين ولا ازاي، احنا هنسمع علي عفيفي نفسه. يا اخ علي اهلا بيك. محمد ازيك يا دكتور؟ يا اخ علي اتفضل يا دكتور. اهلا بيك، ايه اخبارك؟ الحمد لله. انا امبارح يا دكتور، انا امبارح كنت نازل خايف على مصر. انت يوم خليك معايا بس يا علي، يوم الجمعة. انت يا علي اتفضل خليك معايا. انت الاول يعني عرفنا على نفسك، انت بتشتغل ايه، منين؟ انا علي عفيفي، يعني اول حرامي في العالم يقطع ده الاثنين ويطبق الشريعه على السنة. اول ايه؟ تحت اول حرامي يقطع ده الاثنين تحت القطر، عشان كنت حرامي. انت كنت حرامي وكنت عايز تتوب يعني، فقطعت ايديك. وتوبت ورجعت على الحرام وكله، وقطعت ايديا الاثنين تحت القطر. تمام. بس انا بقى حرامي بخاف على مصر، بخاف على مصر. انا كنت نازل امبارح في وسط الثوار. نازل يوم الجمعة. يوم الجمعة. انا كنت نازل في وسط الثوار والعملاء 6 ابريل والاشتراكيين وجميع اللي كانوا يوم الجمعة هناك، هم اللي كانوا في 2000 في بتاعة محمد مرسي في 2011. وهم انا واكل معاهم عيش وملح، انا واكل معاهم عيش وملح، بس هم خاينين البلد. عارفهم يعني. هم. طب انت كنت نازل ليه يا علي؟ نازل بحب مصر، بايد السيسي وبايد الجيش وبايد الشرطه، لان راس السيسي ده راجل وطني جاي منين؟ جاي من الجيش. السيسي ده راجل، السيسي ده راجل وطني بيحب مصر وبيحب الوطن العربي. السيسي ده زعيم مصر وزعيم الامه العربيه. طيب يعني انت لما رحت يا حبيبي، لما رحت الميدان، الوقت اللي انت قضيته كان قد ايه؟ قعدت هناك قد ايه؟ الوقت اللي انا قضيته ده يوم 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 ونص، يوم الجمعه وبيت يوم السبت. تمام. ايه اللي حصل بقى هناك اللي انت شفته ايه؟ هناك شويه شباب انا عارفهم واحد واحد، وحياه ربنا وحياه ربنا هم عارفيني، عارفيني بالاسم كده وعارفيني بالواحد. ده الحرامي على عفيفي الاماتكي، انا بقول عليه اماتكي، وتبع الشرطه وتبع مش ايه وتبع ايه وتبع الدوله وكده. اني بص، انا سلطان ولي امر وقاضي ومتهم وجلاب، بحب مصر، بحب دولتي. انا شفت محمد علي ناصر يوم الجمعه اللي فاتت نازلين، قلت انا انزل ضد الكلاب دول اللي نازلين يخربوا البلد. انا عارف والله العظيم نازلين يخربوا البلد، تبع مين نازلين يخربوا البلد؟ هم قابضين. قابضين منين؟ قابضين من قطر ومن تركيا ومن اسرائيل ومن امريكا. خرب بقى. لا قابضين. انت حد يومها، انت خلينا برضو عشان نبقى فضل. انت حد يومها عرض عليك فلوس يعني؟ عرضوا عليا فلوس واكلوني وكده،
وانا هو قالوا لي اشتم السيسي واشتم الحكومه، قلت لهم لا مش شاتم حد، انا مش شاتم حد وحياه ربنا. عرضوا عليا يعني فلوس لشو دولارات، وانا والله العظيم رفضت لاني بحب وطني وحياه ربنا. انا ولا بقى بص يا باشا، انا ولا تبع السيسي ولا تبع اخواني ولا تبع اي حد، انا مش تبع اي حد ولا تبع محمد علي، انا تبع مصر. انا بحب تراب مصر، انا جاي من تراب مصر. لازم احترم رئيس دولتي، ولازم احترم الجيش، ولازم احترم الشرطه، ولازم احترم القضاء، علشان انا باكل في خيرها وبكسب من لها. انا بكسب من لها. طيب عايش يا دكتور محمد كلنا نزعها. انا بشكرك يا اخ علي، الاخ علي عفيفي. علي من قريه ميت حبيش في الغربيه، وزي ما اقول لحضراتكم، هو الراجل قال لك انا اول حرامي تبت، وراح هو وريني صورته يا جماعه، لانه هو راح قطع ايديه بنفسه تحت القطر، يعني تحت قضبان القطر زي ما انتم شايفين كده، عشان بيقول انه يعني يتوب. ونزل يوم الجمعه، هو الراجل زي ما سمعتوا انفعل، فلقى ناس بتخرب في البلد، فنازل عشان يقف ضد التخريب ده، فبيكشف اهو دون عناء الحقيقه، يعني علي عفيفي يكشف دون عناء حالة التزوير اللي بتعملها جماعة الإخوان، واللي عاملها المدعو أو يعني باللغة الشعبية كده المدعو هيثم أبو خليل. جاب صورته وقال لك أيقونة الثورة المصرية، أيقونة الثورة المصرية، وخدوه صورته الواد محمد علي. يعني علي عفيفي ليه تسجيل، يعني احنا تواصلنا معاه بس قلنا نسمعه لحضراتكم على الهوا. يعني والله ليه تسجيل بيقول لك انا يعني انا حرامي صغير، بس محمد علي حرامي كبير، يعني انا في حرامي كبير هيخليني انا الحرامي الصغير انزل. هو ربنا تابع ليه، وربنا يكرمه علي ان شاء الله. ولو والله ولو الناس يعني محتاجه حاجه، فخلينا يعني ان شاء الله الناس تساعده في يعني تساعده في الموضوع، لانه الراجل في لحظه معينه قال لك عاوزين يدوني فلوس وانا رفضت.